الحاصل يا سيدي انه الان يعني الدعم السريع شغال في يمكن اكثر من 30 40 منطقه بهاجم فيها في نفس الوقت. عنده عدد؟ ما عنده عدد رغم جلوس الامارات اللي بقت هبل، لكن عايز يقول للمحادثات نحن هنا، نحن موجودين، نحن ما تعرف ايه. طيب اديك اكبر مثال، يعني بهاجموا نيالة الصباح الجيش فتح لهم وخلاهم يخشوا، والظهر الجيش انقل قفل عليهم والطيران اشتغل، ولحد الان بيقول لك انه اكثر من يعني الالاف اللي بيقولوها كل الناس. دي حكايه مخيفه جدا، الناس زي كانوا طمعانين انه والله يكسبوا نيالة قدام جيش زي ده. حاجه ثانيه، الهجومات الكم 40 في الاسبوع ده، كل الحاصل انه القاده بتاع المجموعات اللي شلل القاده بتاعنهم عايزين يحتفظوا بالمعارك، لانه كل معركه الامارات بتدفع اليها للغايه، عايزين البقره الحلوب دي تدفع لهم، يموتوا 10 20 30 الف ما يخصهم، هم مهم بكم الامارات. عشان كده الحرب توسعت جدا، واقول لك قول لي 10 20 30 40 معركه واحده انتصر فيها الخلاف ده ماشي، وجيش انهزم في كل معركه وما راجع نفسه، ده وين ده؟ طيب الجنود ديل، الجنود يا مولاي بقت الست الشاي، عارف انه الجنود يعني بالعين المصايب البرشامات اللي يسموها نور هاي دي المخدرات دي، الواحد يجيك ماشي ماشي يجيك ماشي زي التور، ودي شفناها زمان في ايام حرب الجنوب. حكايه كده يعني الجندي بيبقى في حاله اوبليفيجن، يعني كده حاله يسموها انه زي زول ما عنده وعي كويس. فالحاصل انه الحرب اتسعت لانه الضباط الموزعين على الشلل عايزين يقبضوا قبل ما تفرتك، ودقلو عايز يحافظ بأي صورة على صورته بتاعت نيالة دي، لكنه الآن يندق في الضعين. والجيش لعب لعبة سمحة جدا، أول حاجة قفل النازل في 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 نيالة فرم وفرمهم في الفاشر، واللعبة كانت في مناطق البترول، الجيش خلاهم يهاجموا مناطق البترول لأنه دي الحاجة الوحيدة اللي بتحرك القبائل ضدهم، وتحرك فعلا القبائل كلها شالها السلاح وهي ضد الدعم السريع، ضربهم ضرب محترم. الليلة مطار بليلة اندقى، المحل البترول اندقى، في الفاشل اندقى، في النيالة اندقى، في الجنة الأحمر اندقى، في شرق النيل دي حاجة لذيذة جدا، في شرق النيل عايزين يعني حاجة سمعتها وتأكدت منها ولقيتها صح، يشتروا بقر كتير جدا، عايزين يقلدوا عملية جنبية الجيش الإنجليزي زمان. زمان الجيش الإنجليزي أو ضابط الجيش الإنجليزي عايز يهاجم له موقع لقى قدامه ألغام كتير جدا، قام مشاق اشترى كمية من الحمير كتيرة جدا وساقه قدامه، والحمير بقت تنفجر فيها الألغام بو 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 لحد ما ديل الآن عايزين يسوقوا البقر قدامهم عشان يهاجموا معسكر العلفون كويس. الناس دي نسوا حاجة واحدة، أنه لما يقوم أول لغم التيران الألف ده منقلب عليهم هم، تكون شفته في 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 الأفلام الأمريكية، قطيع البقر لما يندفع بيبقى شنو؟ بيبقى حاجة تانية. فده لما قطيع البقر يتقلب يتحول عليهم وما أنه يحصل ما يحصل، أظن بعد ما حيسوها لأنها انكشفت كويس. ومش كده، الجيش كان لابد لهم بيها، الجيش عارفها ولابد بيها له أسبوع، يا ربي سووها يا ربي سووها يا ربي ما سووها. الجيش كان حيقبض ألف تور على قالوا عايز له لحم يا أخي. فالحاصل أنه الهجومات الكثيرة في شمال وغرب السودان دي النازل في الفرفرة الأخيرة عايزين يوحوا لناس المحادثات أنه والله نحن هنا، نحن هنا الجيش
بيشتغل مع مخابرات العالم. مخابرات العالم ما بيستنوا الدقلو لحد ما يرسل لهم رسالة يقول لهم والله أنا هاجمته. المخابرات شغالة وعارفة، عارفة الخرطوم فيها شنو، وعارفة من الرمان فيها شنو، وعارفة بحر فيها شنو، وعارفة أنه الحاج يوسف هو لمس ساكين فيها أربعة لو قلت لك ساكنهم بالعصي. الجيش منذ قلت في قتل كانوا ساكنين بالعصي. فالنازل وصل مستوى بتاع صفر. فخلاصة كده قلت لهم يا جماعة قبل شوية مواقع كثيرة قلت لك أنه يا جماعة الجيش أي جيش في الدنيا في نهاية المعركة وفي نهاية اليوم بيجيز بيراجع محصول اليوم، محصول المعركة ومحصول اليوم، خسر وين، كسب وين، الموقف بتاعه وين. الآن الجيش خليه الجيش، الناس لما يجمعوا المواقع دي كلها ويجمعوا قطع عينه بيبقوا أنه الحاصل الآن أنه الجنجويد بيفرفر. كويس. وبالمناسبة المطبوح لو جداد ولا تور لما يفرفر يبقى خطر جدا. أنا أبوي جزار شفت الجدور لما يطبحوا وشفت الديك لما يطبحوا بيفرفر بيبقى حاجة كعبة جدا. الآن ده الجنجويد. كويس. طيب هل الحكاية دي انتهت؟ لا، ما دام الإمارات عندها مليارات وممكن تشتري الناس وممكن تشتري السلاح وتشتري كذا وكذا وكذا، الإمارات هدفها الوحيد أن السودان يدمر السودان، الجيش السوداني يدمر السودان، والهبل ديل بيخشوا أي حتة والجيش دقوا من فوق. ولحد الآن نزل بدل المعركة ب120,000، بدل المعركة ب120,000، الآن المقتولين أكثر من 150,000. لأنه جابوا ووصلني من أمريكا قبيل والأمس أنه الجيش السوداني دق الطرابيزة لكاكا، كاكا ولا كاكا بتاع شات، تعرف كاكا يعني شنو؟ المهم قالوا لكاكا ولا كاكا بتاع شات أنه يا أخوي هوي نحن ممكن نسلح المعارضة بتاعتك دي وما بتقعد الجمعة، وبالذات نحن الآن عندنا أسلحة حديثة نفكناهم ليكم بتعرف الله واحد. فحكاية أم جرس الآن بقت الآن أم جرسة دي آخر حاجة طلعوها. الناس ديل في أم جرس دقوا دقة محترمة. فالخلاصة يا هدي قالوا ماشينا الشمالية حلو جدا. أنت عارف ناس القضارف، القضارف أو سهول البطانة، سهول البطانة سهول البطانة جندت 500,000 متطوع، 500,000 ديل لو سلحوهم يبقوا والله يمرقون في ليبيا. فالحكاية يا أخويا ما بالسهولة دي، لكن الجيش الآن بيخنق في الجماعة ديل والقصة. فأنت قلت لي يا أخي نحن ما عارفين بس الحي من قعدة الحكاية هذه، لكن ده ما بيمنع أنه ممكن في أي يوم الأحداث تتغير. الحرب حرب، ممكن في أي يوم الأحداث تتغير، لأنه يعني الكويسة في الجيش السوداني أنه ما عنده قائد واحد يقول له البرهان لا غيره، في كباشي وياسر العطا والبرهان وجابر دل ما عارف إنه من جابر، ما عارف واحد ما عارف إنه الناس، وفي يعقوب اللي استشهد الله يرحمه، وفي ما يعني في قيادات كثيرة جدا واضحة وعبقرية. عشان كده ده اللي عندهم دقلوا حاجة دقلوا ينطقه. وحاجة ثانية كيكل، لما قلنا لهم يا جماعة كيكل ده حايم في شرق النيل من 20 قرية وجيشه كله ما بسوي له 20 عربية، أضربوه قالوا انت عورة وسكتوا. معناها كيكل معانا، شغال معانا، شغال معانا، شغال معانا. ف يعني تذكر عندي أخوي اسمه أنور حكى لي حكاية كده، قال لا قناص يعني فاشل جدا، تاخي يلي ده. قالوا الجيش سأل القناص بتاعه، مش ده قناص العدو يضرب يلي الجيش سأل القناص بتاعه يا أخي زل ما تشيله ولا بنت عورة، أشيله عشان يجيبوا واحد حريف معناه حيطلع روحي. فاسعد يا أخويا نحن فاكرين كيكل عشان حريف، وفاكين دقلوا فدقلوا لعب في الضعين في المستشفى في الضعين، وهذا هو الحاصل. يعني ده كلام ما ممكن اكتبه لانه حيوان.